Hello dear students, today we are going to revise Unit 3. Its title is Women in History. As usual, we will go through the definition or the word that have a definition because they are the most important vocab in the unit. We'll start with argue for اللي هتديني معنى يساند خلاص يجادل من اجل كل دي تمشي award يمنح جائزة appreciate اللي هي هتبقى بمعنى يقدر او يسمن ودايما الكلمة دي بقت ايه الكلمة الشائعة في كلمة الدولة تسمن دور مش عارف كذا يعني هنلاقي كلمة يسمن عشان ما تاخدهاش ايه بمعنى تمن الحاجة لا يسمن بمعنى يقدر فوق المعنى بتاعها ابريشيت وخلي بالك منها في الترجمة government حكومة respected محترم لأعماله أو لسماته الشخصية يعني الحاجات اللي هو عملها تديله إن الناس لازم تحترمه عندي رول اللي هو دور بوزيتيف ايجابي بعد كده بي ان تشارج اوف مسؤول عن سوتابل مناسب بعد كده عندنا اللي هي لايسنس رخصه وعلى فكره بنقول لو جت هنا السي الاخيره اتقلبت لاس هتحول لايسنس للايسنس بس هنا هو التحويل بمعنى ايه مقصودي ان هنا هتبقى فعل مش اسم فهنا هتبقى لو فيها اسم تبقى يرخص نيرسينج التمريض سولو منفرد ودي تيجي دايما كانت في الدرس هتبقى عندك ايه شخص بيطلع بالطيارة لوحده فاللي هي ايه كلمة سولو كانت اتذكرت في الموضوع ده كارير اللي هي مجال مهني المجال اللي احنا شغالين فيه ايه مجال التدريس مجال الطب يبقى ده كارير امبرسيف اللي هي مؤثر دايركتور اللي هو مدير ناخد برضو جملتين مع بعض نشوف كده احوالنا ايه فبيقول لي ايمي جونسون ووز ا بايلوت هو يبقى كانت طياره ايمي جونسون دي بروك ولا ديسترويد ولا سماش ولا ريويند ايه الورد ريكورد فهنا بناخد على طول معاها بروك ذا وورد ريكورد يعني ايه كسرت الرقم العالمي بعد كده عندي فلورنس نايتنجيل ووز ا نيرس هو بروديوست ولا دايركتد ولا ستريتشد ولا انتروديوست نيو ويز اوف نيرسينج هنا افضل كلمه introduced يعني ادخلت شيء لاول مره في المجال ده introduced طبعا انا ممكن introduce يقدم برنامج يقدم حاجه لكن هنا بمعنى يدخل حاجه جديده كوين فيكتوريا الملكه فيكتوريا stayed ولا took ولا ruled ولا involved Britain for 63 years وهنا بناخد كلمة طبعا كوين فيكتوريا هتبقى رول ده حكمت ايه بريطانيا نيجي بقى نشوف الجزء بتاعنا اللي هي السينونيم والانتونيم الجدول ده تمام فعندي في الجدول ده بدأ لي بكلمة ابريشيتيف شاكر او ممتن بتديني كلمة السينونيم بتاعها grateful او thankful والاوبوزيت هتبقى او الانتونيم ungrateful بعد كده عندي بوزيتيف ليها معنيين فقال لي ممكن تيجي بمعنى ايجابي او متفائل فلو جت ايجابي الايه بقى السينونيم هيبقى افيرماتيف او ابروفنج والايه الاوبوزيت او الانتونيم هتبقى نيجاتيف بوزيتيف اللي هي معناه متفائل هيبقى اوبتيمستيك او هوبفول والاوبوزيت هيبقى بيسيمستيك ريسبكتابل وهنا بنلفت الانتباه لكلمه ريسبكتابل اللي هي محترم الشخصيه بمعنى اللي هي مثلا زي ريسبكتابل فاميلي اسره محترمه
respectable amount of يعني كم يبقى وافي من. بعد كده عندي reputable السينما أو decent والأوبزيت هتبقى unworthy. بعد كده عندي respectful اللي هي محترم لآراء الآخرين respectful of others opinion مثلا. فهنا humble متواضع بولايت مؤدب وآخر كلمة هتبقى الأوبزيت بتاعتهم rude. هنشوف كده برضو مع بعض. بيقول لي هنا we are all appreciative of your sincere effort. كلنا بنثمن جهودك المخلصة. appreciative of here can be replaced by ممكن نستبدلها thankful, grateful, ungrateful ولا الاثنين A و B C thankful و grateful. وهنا الأفضل هتبقى A و B اللي هي thankful و grateful الاثنين زي ما. We are all appreciative of your sincere efforts. Appreciative here is the antonym of appreciative. هنا هتبقى معناها كذا. لا قال لي لا انت بسأل على الايه الاوبزيت ليها هتبقى طبعا ungrateful اللي هي غير ممتن. She looks more positive these days. تبدو اكثر تفاؤلا هذه الايام. In this sentence positive is a synonym of مرادف ليه كلمة optimistic. لكن she looks more positive these days. In this sentence positive is an antonym of هتبقى عكسها اللي هي pessimistic اللي هو فيها متشائم. effective to مؤثر ليه. مؤثر لكلمة ايه as respectable is to unworthy يعني عايز الضد. يبقى هنا هتفضل طبعا اللي هي كلمة weak. effective to weak وبكمل هون. بيقول لي خد بالك ان انت عندك كلمة respect جاية في الدرس كتير وليها معاني مختلفة وكلمة argue يجادل برضو جاية كتير. بس هنا التمرين واحنا بنحب هتلاقي محلول عادي فعشان ايه محدش يتلخبط من كتر التمارين. فبيقول I can't help admiring such a scientist. عالم يبقى عمل حاجات كتير فهنقول respected scientist. he is intelligent ذكي and successful يبقى اعمال محترم لاعمال. سما is always a of others opinion يبقى هنا هو respectful يعني بتحترم اراء الاخرين. I don't believe that such a man a would shout at her. راجل زي ده يزعق لها كده. He always behaves politely. دايما ما بيتصرف بشكل مهذب. فهنا هتبقى عندي respectable تمشي وكلمة respectful برضو ماشية فهتبقى A و B ماشيين خلاص. لكن respected محترم عشان أعمال عملها لا ما تمشيش. My wife and I usually argue that too much money she spends. دايما في مشادات ما بيننا وما بين بعض على الفلوس المصاريف الكتيرة. يبقى argue over the too much money. لكن الجملة الثانية بيقول I usually argue my wife about the too much money she spends. هنا مش بجادل على المبلغ لا ده انا بتجادل معه. يبقى ايه argue with my wife. Egypt argue the Palestinian rights الحقوق الفلسطينية to live in their independent country عشان يعيشوا في بلدهم المستقلة. فهنا يبقى هناخد Egypt argue يبقى for the بتجادل من أجل يبقى بتساند يبقى حقوق الفلسطينيين. Egypt argue the Palestinian have the rights. هنا جملة كاملة إن الفلسطينيين يكون لهم حقوق to live in their independent country. لكن اللي فوق كان ايه حق الفلسطينيين وسكت على طول ما جابش جملة كاملة. لكن هي جملة كاملة فهنا هتبقى Egypt argue that خلاص بان that بيجي بعديها جملة. May a that we will need at least يعني may a ان احنا هنحتاج على الاقل 10 liters of water يبقى for drinking during the trip أثناء رحلتنا. فهنا هناخد كلمة estimate والكلمة دي بمعنى تقدر بمعنى
تحسبها تحسبها تقدرها هنا تحسبها مش تقدرها يعني ايه تقول لي والله انت كويس لا نيجي بعد كده الجزء الجرامر هتبقى الريليتيف كلوزز اللي هي عبارات الوسط هنبتدي طبعا الحاجات دي انتوا عارفينها انا مستخدم الكلمه ومستخدم البديل ليها الكلمه اللي هتستبدل بيها حاطط لك دي بلون احمر ودي بلون احمر فعندي my pet friend is studying biology at university he lives in خلاص سويدن هنا الجمله هعوض عن he في الجمله الثانيه بالايه الاسم الموصول بتاعها فهنا في هي تعتبر بالنسبه للجمله دي عاقل وفاعل للجمله فهتستبدل به كل الجمله اللي ورا هي تعتبر تعريفا لي اللي هي ليفز ان سويدن يعيش في السويد فهتبقى هو ليفز ان سويدن هحط الجمله دي فين تعريف لمين اللي هي ماي ايه بين فريند هروح شايل الجمله دي حاططها ورا تبقى ماي بين فريند هو ليفز ان سويدن از ستادينج اي بايولوجي ات يونيفرسيتي الجزء ده الشرح ده مش بالنسبه لك مهم قوي لان احنا ما بنعملش جمل ري رايت لكن هنا هو بنفهم ان انا بيجيب لي الاسم الشخص والاسم الشخص او الفاعل هنا هو عاقل وبيجي بعديه على طول اللي هو للايه المعنى الذي او اللي وبيجي بعديها الفعل زي ما انت شايف مصرف على طول وعشان هنا مكان فعل ناخد هوم وهو وهنا في مكان هتلاقي من الجمله الثانيه هتفهم مكان ايه the boy was not at home I wanted to talk to him him هنا ده مفعول مش فاعل خلاص يبقى اذا هو ممكن تيجي مكان برضو المفعول وبرضو هوم بس هوم بس للمفعول فذا بوي هوم او هو اي wanted تو توك تو خلاص was not at home يبقى هنا بخلي بالي ان هوم هيجي وراها فاعل مش فاعل الجمله اللي فوق كان هو ليفز لكن هنا هوم اي wanted وهو اي wanted يبقى طول ما تشوف بعد هوم او هو فاعل فبالتالي بتعرف ان هو وهوم مكان المفعول بيقول لي لاحظ الاسم الموصول في حاله المفعول لاحظ ايه هنحذف الاسم الموصول في حاله المفعول يعني ممكن اجيب الجمله اللي كانت مكان فيها اللي هي هوم وهو من غير اي ايه ربط ما دام هحط مكان المفعول ممكن احط الجمله من غيرها خالص فذا بوي اي wanted تو توك تو was not at home ناخد بعد كده which which هنا للفعل والمفعول الغير العاقل فهنا our flat looks overlooks the Nile بتطل على النيل it is on the fifth floor يبقى it هنا فاعل وغير عاقل فبقول our flat which is on the fifth floor overlooks the Nile the shoes don't fit very well خلاص Nadia bought them زم رجع على الشوز وهنا هو تعتبر مفعول بس غير عاقل يبقى ذا شوز ذا شوز ويتش ناديا بوت دونت فيت فيري ويل بنقول برضه ملحوظه حذف الاسم الموصول في حاله المفعول يبقى ذا شوز ناديا بوت دونت فيت فيري ويل حذفت الاسم ايه الاسم الموصول اللي هو جاي مكان المفعول جايب لك برضو نقطة مهمة اللي هي يمكن أن نستخدم which خلاص إشارة لمحل جملة أو محل فكرة كاملة اتذكرت إيه هي مثلا جيم باست ذا درايفنج تيست جيم نجح في الامتحان السواقة ليه سربرايزد إيفري ون قال لي طيب هتعمل إيه قال لك ممكن تقول جيم باست ذا درايفنج تيست دي الجملة الفكره و ويتش رجع عليها يبقى فكره بقى انه نجح ويتش سربرايزد ايفريبادي وده ايه ادهش الجميع بنقول ذات بتستخدم مكان هو هوم وايه وكمان ويتش يعني فاعل عاقل وغير عاقل ومفعول عاقل وغير عاقل ماشيه معاهم قوي بس في نقطه بتخلي بالك لو الجمله الاسم الموصول هيحط وقبليه خلاص اللي هي الكومة اللي هي الفاصلة فانت هنا
ما تستخدمش ما بين الفصلات كلمة زد، تحط ياهو ياهوم ياهويتش، لكن لو ما فيش الفصلات ممكن تحط زد. يبقى في حالة بس امتى؟ ان لو كان في العبارة اللي بنقول عليها يعني جملة اعتراضية زي اللغة العربية، فلو جت الجملة الاعتراضية ما بين كلمتين ما احط الزد، لكن احط هو او هوم او ويتش. فبنقول بقى دي ملحوظة لكلمة زد. طيب فهنشوف بعد كده عندنا زد بيقول ايه. My brother is going to visit us soon. He lives in New York. يبقى my brother that lives in New York. وممكن نحطه هو برضه. طيب fruit tastes best. It ripens. Ripens بتنضج on the tree. يبقى fruit that ripens on the tree tastes best. ناخد بعد كده هوز. هوز هنا هو للملكية. أي إشارة للملكية أبوستروف إس أو ضمير ملكية. عيشة is my best friend at school. Her father أبوها، يبقى هنا دي حاجة للملكية، is a well-known خلاص دكتور. فهنا عيشة whose father is a well-known doctor is my best friend at school. بعد كده عندك where للمكان، قبليها حيال المكان. My brother went to Alexandria University. راح جامعة اسكندرية. He studies architecture للمعمار. There وzere رجع على المكان، فهيبقى البديلة لكلمة where. يبقى my brother went to Alexandria University where he studied architecture. ناخد when للوقت. June is the month. خلاص. I go on holiday in this month. In this month اللي في الجملة الثانية إشارة للوقت، فهتبقى هي الكلمة اللي هتتحط مكانها when. يبقى June is the month when I go on holiday. قال لي خد بالك من الايه اللي جاي بقى. قال لي يمكن حذف الضمير الوصل في الحالات الآتية، حالات تانية بايه بخلاف اللي هي مكان المفعول. قال لي إذا كان بعد الاسم المفعول اللي هو الضمير اللي هو الاسم الموصول ده هنحط إيه بقى؟ قال لي بص معايا، لو كانت الجملة واحد مبنية للجمهور، أسف مبنية للمجهول، فبيقول لي زمان هو was injured، هنا هو وراء was injured. خد بالك ممكن أحذف. يبقى إذا لما يجيب وراء الاسم الموصول جملة مبنية للمجهول ممكن أحذفه، أحذف الاسم الموصول وأحذف الفيرب تو بي وأبقى على التصريف الثالث. طب إيه معنى الجملة؟ هنا الراجل اللي خلاص تم إصابته، يبقى هنا لما هحذفهم هتبقى الرجل المصاب. فهنا the man injured in the accident was taken to hospital. وخلي بالكم the cotton grown in Egypt. خلاص القطن الايه اللي بينمو في مصر وهكذا. في كلمات زي كده بتيجي كتير. طيب قال لي اذا كان بعده جر ومجرور يعني ايه يا استاذ؟ ده فصل مش مشكلة ممكن بشرة في المونتاج. طيب ماشي. ده أطلق خالص في 40 منها ومعش مجازل ورمك ده فصل كهرب. فصل كهرب شوفي توصيلات بس بكهرب. لا تحت كله مخصوص نفسه فتحت طب وده برضو هيشتغل لما يشتغل. هو
بريزنت صيانه جامده. حطيت المطاعم عشان ما تقعش مننا. اه ولا خد بالك الحاجات اللي بدأت ربنا يحفظك. الله يخليك. طيب معلش انا وقفت على خلينا اذا كان بعد ما هي المجهود احنا كنا هنقول الحته دي تمام اشتغل عليه. طيب نيجي بقى مع بعض اللي هي ايه الجر والمجرور ده. فبيقول لي the boy who is in the library. in the library قال لي لو كان عندي بقى الاسم الموصول ممكن اشيلهم واعتمد بس على كلمه in the library. الجمله الاولى يعني الولد اللي في المكتبه يبقى هنا The boy in the library على طول الولد اللي في المكتبة wants to borrow some books. يبقى دي بتمشي مظبوط. طب ايه تاني؟ قال لي اذا كان بعده اسم او صفة بعدها اسم. يعني اذا كان مثلا علي لاعب الكورة خلاص يبقى هنا مثلا ايه بحط على طول إيه الاسم ووراء الصيغة بتاعته كصفة او اسمه. فهنا دكتور مجدي يعقوب هو از ا فيموس هارت سيرجن. تعال بص معايا فيموس صفة هارت تعتبر صفة والاثنين صفات لمين؟ لسيرجن اللي هو جراح قلب مشهور. قال لي هنا حطيت هو از هنا لو عدتها بقى ممكن نلاقي دكتور مجدي يعقوب ا فيموس هارت سيرجن ووز بقى انترفيود اون تي في. طيب ايه تاني؟ قال لي اذا كان بعده مبني للمعلوم لو جه بقى مبني احنا اتفقنا مبني المجهول حطيت الايه التصريف التالي. طب لو مبني معلوم قال لي بحول الفعل الايه فعل في اي ان جي. فبالتالي students who arrived شكرا هشيل هو يبقى students arriving late missed the start of the experiment. يبقى دي الجمله بتاعتي. لاحظ ان هو او ذات لا يسبقها حرف جر خد بالك بينما يمكن استخدام حرف الجر قبل whom which whose زي ايه this is علي that I told you about اللي ايه ده علي اللي قلت لك عليه this is علي who او whom I told you about. طيب this is علي about whom حطيت بقى الايه الحرف الجر قبل ايه whom about whom I told you The train by which القطر اللي بيه I came arrived late. وخلي بالك ان which دايما في حروف جر بيلعبوا بيها كتير قبلها. مرة تستخدم مكان الوقت، مرة تستخدم مكان المكان نفسه. يعني مثلا Alexandria خلاص where I was born. يبقى Alexandria in which I was born. خلاص؟ يبقى اذا بيستبدلهم. المهم بنخلي بالنا من حروف الجر مع which. The train that I came by اللي جيت بيه arrived late. لاحظ استخدام that بعض صفات التفضيل. التفضيل اللي هي ايه بقى؟ الصفه الثالثه زي tallest, longest, best وما الى ذلك. فبحط that بس. يبقى this is the most interesting story that ما حطش which. He was the best player that أو ممكن أحطه هو هنا ever played football. طيب بعد كده نشوف مع بعض. عندي برضو بيقول لك إن أنت لو جات لك all much little بعديهم that that was all that he had said ده كل اللي قال. طيب قال لي إيه تاني؟ قال لي ممكن احط تو وراء المصدر لو جالي the first, the second, the last, the only. فبيقول لي Armstrong was the first man who walked on the moon. Armstrong كان اول راجل يمشي على القمر. ايه هحط ازاي تو؟ قال لي تقول Armstrong was the first man to walk ما تحطش له ولا حاجه تاني.
قال لي برضو لو جات لك it is أو it was وراه أو that, it is أو was وراه which أو that, فبالتالي it is it was إبا جراهام بيل who أو that invented the telephone, ده كان جراهام بيل اللي اخترع, أو it was the traffic which أو that delayed us, دي الإيه المواصلات هي اللي أخرت. أما بقى لو أنا عايز أستخدم what, قال لي بتبقى بديلة لكلمة the things that أو everything that. إزاي؟ بيقول لي everything that happened was my fault, إلا كل حاجة حصلت خلاص كانت العيب عيب أنا, يبقى what happened was my fault, إلا اللي حصل كان غلطي. Did you hear the things that they said, سمعت اللي قالوا, يبقى did you hear what they said. هنا عامل لك ملحوظه وتخلي بالك منها, فبقول this, بنقول هنا this is the house where we live, خلاص. قال لي بعد ساعات بقى محتار جمله زي house احط which ولا where, قال لي قال لك بص على الفعل we live حط مع ان مشي تبقى حط where, ما مشيش هتحط which, يبقى this is the house where we live, تمشي إن. This is the house which my father has bought, ده البيت اللي والدي اشترى. وعشان باللغة العامية بتاعتنا نخليها حاجة بقى نمصرها شوية, إن أنا وين اللي هي هتبقى مش هديها معنى عندنا, هنا خليها حينما, وهوير حيثما, خلاص. فهنا ممكن تقرب لك الإيه المعنى, this is the house where we live, إيه حيثما نعيش. وبعد كده عندي Friday is the day when my sister was born, خلاص. قال لي not on when, يعني لو حطيت on هنا تمشي مع when, قال لي لا تبقى إذن تمشي مع which, قال لي طيب يبقى Friday is the day which my sister was born on, يبقى إذن which مع حروف الجر تبقى ممكن استخدمها مكان وير وممكن استخدمها مكان وين, وتخلي بالك وانت بتقول المعاني على اساس ممكن استخدمها اخرج نفسي من السياق دي, اقول حيثما او حين. نيجي ناخد جمله او جملتين مع بعض, ماي براذر هو ولا هوم ولا ويتش ولا هوز ليفز, خلاص. ان موسكو از كامينج هوم اون فرايداي, يبقى هنا هو ليفز. بعد كده الجمله الثانيه, ماي بير فريند هو ولا ذات ولا وير ولا وين ليفز ان سويدن از ستادينج بيولوجي ات يونيفرسيتي, ودي الجمله كان سابقا قلناها, يبقى برضو هقول هو ومش هحط هنا ايه طبعا ذات على اساس في يكون. بعد كده نشوف اللي بعد كده, هنا بيقول لي برضو هيديني جمل اللي هي بتقيس قياس الفهم للقواعد. I helped the injured man. This means ساعدت الرجل المصاب. أفضل جملة في الحل هنا I helped the man who was injured. أنا ساعدت الرجل اللي كان مصاب. I know this man. He has a scare. عنده زي إيه علامة كده مولود بيها وحمة وما إلى ذلك. خلاص. On his face. فحنقول I know this man with. يبقى هو هاز ممكن استبدلها بويز ويز سكير اون هيز فيس اللي ايه في علامه عليه. دو يو دو عندي بعد كده اللي هي دو از اي هاف تولد يو بليز بليز, هنا اعمل زي ما انا قلت لك, فهنا افضل اجابه دو وات اي تولد يو, يبقى بليز دو وات اي تولد يو. اي ميت سام فريندز, تو اوف ذيس فريندز ليف ايبر أبرود, أنا قابلت صديقين, اثنين منهم قابلت أصدقاء, اثنين منهم عايشين في الخارج. This means I met some friends, two of them whom, two of whom, اثنين منهم live abroad. عندي هنا I have lived in this flat since I was born. This means ودي معناه تبقى A و C, الإجابة A و C الصح. This is the flat where I have lived since I was born. أو see this is the flat, خلاص I have lived in since I was born. بعد كده عندي
بالنسبة لسارة I'll take my annual holiday in August. This means هتاخد B و C. B, August is the month in which I take my holiday. أو August is the month when I take my annual holiday. وهنا بنلفت الانتباه in which when زي بعض بس which لازم أحط معها in. بعد كده 8 The little girl in the green dress البنت اللي أخضر is my daughter تبختي بنتي أسف I want to say that the little girl بنت الصغيرة wearing اللي هي بدل ما هقول who wear حطينا ING على طول the green dress is my daughter وبالجملة دي بنيجي لنهاية مراجعة الوحدة تالتة في آخر الكلام ما فيش غير I wish you good luck thank you